الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعليه وصحبه. سيد وزير الدولة، سيد السادة الوزراء ووزراء المنتدبين، كتاب الدولة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولن نحمد الله سبحانه وتعالى على نعمه الكثيرة، وحنا مع الإطلالة ديال عطلة الصيف كما نعرف جميعا، وهي المناسبة التي يستثمرها المواطنات والمواطنين لبعضهم للاصطياف وبعضهم للاصطياف في الشواطئ وبعضهم في المناطق الداخلية. وبطبيعة الحال السياحة الداخلية شيء مهم جدا بالنسبة لنا، وعدد منهم كيستثمروا هذه المناسبة لصلة الرحيم والاجتماع مع الأهل ديالهم والأحباب ديالهم في مناسبات عديدة. وحنا اللي كيهمنا أساسا هو الأمن والأمان ديال المواطنات والمواطنين، فلذلك كيوقع اكتظاظ في الطرقات، ونوصي جميع المواطنات والمواطنين بالحذر باحترام القانون، باش تاخذوا جميع الاحتياطات المناسبة، لأن احنا حريصين على حياتهم وحريصين على سلامتهم باستمرار. نتمنوا يديروا جميع الاحتياطات في هذا الاتجاه. بغيت نوجه كلمة للسلطات العمومية ورجال الأمن والدرك الملكي اللي كيكون بواحد الدور مهم جدا في هذا المجال، لأن كيكون الاكتظاظ كتكون كثرة الحركة وكتزاد عليهم الضغط والأعباء، فلذلك لابد نحييو الجهد ديالهم اللي كيديروا، ولكن أيضا نطالبوا بمزيد من الجهد لضمان الراحة والسلامة ديال المواطنات والمواطنين هذه المرحلة اللي هي دقيقة واللي كتكون فيها كثرة الحركة. وبالتالي كما عودونا تكون التعبئة مستمرة 24 ساعة على 24 ساعة حتى تمر الأمور إن شاء الله بسلام. ولأن المواطنين كيمشيو بزاف في الشواطئ، فأيضا يجب أخذ الاحتياطات. مع الأسف مرة كيبان لنا بعض حوادث ديال الغرق اللي كتوقع مؤسفة ومؤلمة جدا للأسر ديالها أيضا، ومؤلمة لنا جميعا. لذلك خص أخذ الاحتياطات، أولا الاصطياف في الشواطئ المأمونة واللي فيها والمحروسة واللي فيها الاحتياطات، وما يبعدوش للشواطئ الغير المسموح بالسباحة فيها، فهذه المخاطرة غير مأمونة. وأيضا كنطلب من السلطات المحلية والإقليمية في جميع المناطق اللي فيها الشواطئ دير حساب أخضر أو رقم أخضر هاتفي للاستجابة للطلبات ديال المواطنات والمواطنين والشكايات ديالهم أو طلبات الاستغاثة، أو بعض المواطنات والمواطنين اللي بغاو يخبروا السلطات الإقليمية أو المحلية على نقص وعلى شي اختلال وعلى شي حاجة. خص الإنصات يكون مستمر، يكون تواصل مستمر، يكون رقم أخضر ليل نهار بفرق يعني ديال التناوب. نتمنى إن شاء الله يلقاو جميع المواطنات والمواطنين راح يديروا في المجال. طبيعة الحال كما عودنا أيضا رجال الدرك ورجال الأمن والسلطات الإقليمية في غيرها من المناطق اللي كيكون فيها التخييم أو الاصطياف، سواء كانت قروية أو جبلية أو غابوية أو غيرها، كلها خص يكون فيها الاحتياط والحذر، وأن تحرص السلطات الإقليمية والمحلية على أن تكون تحت تصرف المواطنات والمواطنين. ونسأل الله السلامة للجميع، عطلة آمنة مأمونة، ويستمتعوا بالعطل ديالهم، وعودة أيضا آمنة ومأمونة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.